الحمد لله على المكسب. ماتش صعب يعني، يمكن الكابتن عادل كلمنا على الماتش صعب، واحنا عارفين ان الماتش صعب من امبارح، فاحنا مركزين من اول الاسبوع في التمرين وفي الشغل اللي الكابتن عادل مديه لنا. قدرنا الحمد لله نعمل حاجه في الماتش، وقدرنا ناخد 3 بونت الحمد لله. احنا بناخد كل ماتش بماتش، وبنركز في الماتش. الماتش النهارده خلص، نركز في الماتش اللي جاي، بكره راحه، وبعد كده نركز في الماتش الاسماعيلي. ماتش صعب، هم فينا بونت، احنا نركز ان احنا ايه نعديهم ان شاء الله، فربنا يكرم يعني ان شاء الله في الماتش اللي جاي. الحمد لله، والله مكسب مهم في وقت كويس، ماشيين قبله سلسله اتصالات عشان نقرب شويه من الاول. احنا متفقين من الاول خالص ان احنا الماتش ده ماتشنا، وكابتن عادل كان قال لنا الماتش ده عشاني، احنا كلنا طبعا بنلعب عشان النادي الاهلي، بس كابتن عادل ما قصرش معانا، والماتش ده احنا بنهدي ليه، والحمد لله على الفوز يعني. انا رايح، انا دايما بربط مع ميدو، ودايما لو في مساحه في قلب الاثنين في ظهر الاثنين ديفندرات يعني بستلم فيها ميدو، ميدو بيستلم فيها، شفت المساحه اتحركت ميدو حطها لي، مجرد ان انا بس سندتها كان الجول مفتوح، حطيتها والحمد لله يعني راحت زي ما انا عايز. الحمد لله الماتش كان مهم، واحنا كان لازم نكسبه عشان الجيش تحتينا بنقطه، احنا كسبناه الحمد لله، ودلوقتي بقى فرق 4 نقط. عندنا الماتش الجاي الاسماعيلي فوقينا بنقطه برضو، ومفروض نكسبه عشان نعديهم ان شاء الله، نطلع تالت والبطوله ان شاء الله. ماتش الاسماعيلي ماتش مهم، والارض بتاعتهم مش كويسه، فلازم نبقى رجاله يعني في الملعب وكده. ماتش الزمالك لازم نكسبه عشان الاهلي والزمالك يعني القمه بتاعت الدوري، الحمد لله يعني لازم نكسبه ان شاء الله.